بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، من جحدها أو أولها عن مدلولها فقد ألحد فيها وسيجزى بعمله، والصلاة والسلام على نبينا محمد بعثه الله رحمة للعالمين، فأقام به الحجة وأوضح به المحجة وهدى به الصراط المستقيم. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها في موضوع الأسماء والصفات، ونخص في هذا الحديث الرد على من ألحد في صفات الله فنفاها أو شبهها بصفات المخلوقين. فالمشبهة شبهوا الله بخلقه وجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين، ولذلك سموا بالمشبهة. وأول من قال هذه المقالة هو هشام بن الحكم الرافضي وبيان بن سمعان التميمي الذي تنسب إليه البيانية من غالية الشيعة. فالمشبهة قد غلوا في إثبات الصفات حتى أدخلوا في ذلك ما نفاه الله ورسوله مما يليق به سبحانه وتعالى من النقائص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن هؤلاء أيضا هشام ابن سالم الجواليقي وداود الجواربي، وقد نفى الله في كتابه مشابهته لخلقه ونهى عن ضرب الأمثال له، فقال تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. فمن شبه صفات الله بصفات خلقه لم يكن عابدا لله في الحقيقة، وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن، كما قال الإمام العلامة ابن القيم: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. ومن شبه صفات الله بصفات خلقه فهو مشابه للنصارى الذين يعبدون المسيح ابن مريم عليه السلام. يقول العلامة ابن القيم أيضا: من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. قال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمهما الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه. وأما المعطلة فهم الذين نفوا عن الله ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من صفات الكمال، زاعمين أن إثباتها يقتضي التشبيه والتجسيم، فهم على طرف نقيض مع المشبهة. ومذهب التعطيل مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، وأخذ هذا المذهب الخبيث عنه الجهم بن صفوان وأظهره، وإليه نسبت الجهمية، ثم انتقل هذا المذهب إلى المعتزلة والأشاعرة. هذه أسانيد مذهبهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة، وهم في هذا التعطيل متفاوتون. فالجهمية ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع صفات فقط، هي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وينفون بقية الصفات عن الله سبحانه. وشبهة الجميع فيما نفوه من الصفات أن إثباتها بزعمهم يقتضي التشبيه والتجسيم، لأنه لا يشاهد موصوفا بها إلا هذه الأجسام، والله ليس كمثله شيء، فتعين نفي الصفات وتعطيلها تنزيها لله عن التشبيه بزعمهم. ولهذا يسمون من أثبتها مشبها،
ووقفوا من النصوص الدالة على إثباتها موقفين: الموقف الأول الإيمان بألفاظها وتفويض معانيها بأن يسكتوا عن تفسيرها ويفوضوه إلى الله مع نفي دلالتها على شيء من الصفات، وسموا هذه الطريقة طريقة السلف وقالوا هي الأسلم. والموقف الثاني صرف هذه النصوص عن مدلولها إلى معان ابتدعوها، وهذا ما يسمونه بطريقة التأويل، وسموه طريقة الخلف وقالوا هو الأعلم والأحكم. والرد على شبهتهم هذه أن نقول: لا ريب أن التمثيل قد نطق القرآن الكريم بنفيه عن الله تعالى، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال. ومع نفيه سبحانه عن نفسه مشابهة المخلوقين أثبت لنفسه صفات الكمال، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع في هذه الآية الكريمة بين نفي التشبيه عنه وأثبت لنفسه صفة السمع والبصر، فدل على أن إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه إذ لا تلازم بينهما. وهكذا في كثير من آيات القرآن الكريم نجد إثبات الصفات مع نفي التشبيه جنبا إلى جنب، وهذا هو مذهب السلف الصالح، أنهم يثبتون الصفات لله عز وجل وينفون عنه التشبيه والتمثيل. ومن زعم أن إثبات الصفات لا يليق بالله لأنه يقتضي التشبيه فإنما جره إلى ذلك سوء فهمه، حيث ظن أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، فأداه هذا الفهم الخاطئ إلى نفي الصفات عن الله عز وجل، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، وارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه طاهرا من أقدار التشبيه لكان المتبادر عنده والسابق إلى فهمه أن صفات الله عز وجل بالغة من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق التشبيه والمشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الله على وجه يليق به مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. أما من توهم أن صفات الله تشبه صفات المخلوقين فإنه لم يعرف الله حق معرفته ولم يقدره حق قدره، ولهذا وقع فيما وقع فيه من ورطة التعطيل، وصار يسمي من أثبت لله صفات الكمال ونزهه عن صفات النقص على مقتضى الكتاب والسنة صار يسميه مشبها ومجسما نظرا لما قام بقلبه من توهم أن صفات الله تشبه صفات خلقه، ولم يدري أن هذا الوصف أليق به، فهو الذي شبه أولا ثم عطل ثانيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لاستيفاء هذا الموضوع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.